هذا شهادة جزيرة الكنز، كسر لوحده. ها كسر لوحده. شكله فقير هالزلمة، هالزلمة الألماني شكله فقير، ما حاطط لنا شيء، ما مخبي لنا شيء، شكله فقير مثل حكايتنا. شو هذا اللي بالعالي؟ العصاية كويسة مشان تحمينا إذا شيء هجم علينا. هي العصاية كويسة. هذا حدا شيء شغله هجمت علينا. يا رجل كيف بيأمن هذا؟ شو هالسطل؟ طيب هذا سطل، بعد نشوف شو في بقلبه. نزله، ما في شيء، فاضي فاضي فاضي، ما بيستاهل نزله. ها والله العظيم شوفوا كيف قاصص الشجار هون بيعملوا. ايه لازم نفتش الغابات كلها، معقول يكون مخبي شي هون؟ بس معقولة؟ لا عم فكر جيب الجهاز. فكر جيب الجهاز. وجي نكش بهالخيمة. فوقه كتير وسخ، في فوقه وسخ كتير. فرحت افتكرت شيء. قلت واخيرا راح اقدر ادخل على خيمة. كراسي هاي الكراسي ما بقى في منها اصلا، كراسي رسور. حتى الكرسي يمكن اذا بعمله بايدي هيك شوي صغيره بيتكسر. انا ما بعرف بصراحه اذا هو مخبي شيء بالارض، بس مستحيل. ليش لا يخبي بالارض؟ يشيلهم ب مشكلة أنا معيط لبج بركي بتكون لغة شي حيوانات مفترسة. حتى بس لنشوف لهون لقدام في هذا بركي حاطط هيدا. شو هذا الأصفار؟ خشم مدفأة. هذا ناشر خشب وجايبه حاطه هون. ممنوع ممنوع. هذا حاطط الخشب هون. يمكن يلا ما ضيع الجهاز. شو هذا اللي فوق؟ في صندوق فوق. يا رجل اقسم بالله العظيم انا مجنون. اقل شيء لازم يكون معي سيف، لازم يكون معي ساطور لحمة سيف.
عندي ساعة كهرباء بس لازم اصنعه انا. اشتريت هاي الآلة تاعت الصاعق الكهرباء وما صنعته، لازم انا اصنعه لاني هو ممنوع بالبيع، ممنوع بيع الصاعق ممنوع. هذا شو هذا؟ جزيرة الكنز. هذا ولا شيء، هذا ان شاء الله ما نضيع الغرفة لاني انا حاطط الجهاز جنب الغرفة. من هون من هون عم يطلع الصبح. من هون في صوت. وهلا كيف بنكفي؟ اوه هون الطريق مستحيل يمكن. انا هون الطريق مستحيل، بس بدي اشوف شو في فوق. بس قبل ما نشوف شو في فوق لازم ننزل. معقولة في طريق ثاني؟ في طريق ثاني احسن من هذا. لازم ندور هون جنب البيت. انا قبل هالمرة حكيت انه هون الكبار بالعمر بيجوا بيعملوا بيت، بيجي بيعمل كوخ، بيجي على كل فترة وفترة وبعدين بيموت بينسى. ممكن هذا عامل وناسي، يعني ما حدا اصلا من العيلة بيكون حاسس، ما حدا بيكون بيعرف من العيلة كلياتها. ممكن يكون مخبي شيء، بس انا صراحة ما عندي وقت، الوقت يعني ما كافي الوقت، لاني انا يعني هلا اليوم اجيت لهون ما بقى برجع على نفس المكان، برجع على نفس المكان انا مش حدا تاني. هذه الاشجار ليش هيك مكومة فوق بعضها؟ برجع على نفس المكان انا مش واحد تاني. بسم الله يا رب. بس هذا جنون هذا صح؟ انا داخل هيك، انا داخل هيك بين حشيش وهادي، هذا جنون. اعتقد اسمه جنون. لا داخل فرحان. بدي اطلع لفوق. قبل ما اطلع لفوق لازم اعرف ليش هالشجر هذا مكوم كله هون. بدي اشوف رخصة السلاح قديش بتكلف. هذا الشجر ليش مكوم هون كله هيك بهذه الطريقة؟ اخ اجري شكلي. هذا الشجر اخ يمي. هلا هون لا، لسه لازم اطلع شوي لفوق بعدين. يلا يا رب. هلا صرت انا في امان، طلعت لفوق على الشجرة. هلا انا هون في امان. صار لي شي ساعتين في الغابة. لك ما لقيت سنجاب، ما لقيت شي، بس على كل حال انا هيك ما بدور على الغرف الموجودة في الغابات. بصراحة بشغل الجهاز وانا عم الجهاز تاع البحث كنوز ومعادن فضة ذهب. ايه
وبدور على الغرف الموجودة في الغابات، غرف مهجورة. بس لازم هسه نطلع لفوق بس عشان ما وقف التصوير، لازم يكون، خلونا ننزل لتحت. يلا يا رب يلا، خلينا ننزل لتحت ونشوف طريق كيف بدنا نطلع لفوق. اخ ايدي شوك شوك شوك، مليان شوك. اسمع، قول هالغرفة ما مخباين شي بقلبها. اخ اجري، بدل ما نضرب الحشيش ضربت اجري. معقول هالغرفة ما حدا مخبي شي بقلبها؟ عجنبها، بقلبها، فوق، تحت. معقول مهجورة بس ما حدا لاقي شيء؟ على فكرة أنا أول واحد بيجي لهون وبلق هالمنطقة، يعني ما حدا لعبان بشي، حتى بالعلامة اللي بسامير مكانهم والشاكوش. بس أنا بقصد، ما في شي، حسيت حالي دعست على شي. هذا حاطط سياج، هذا شكله واحد كان يكون راح انتقل، يا اما انتقل الى رحمة الله تعالى. ما مكتوب شيء على الحيط، ما مكتوب شيء، حتى على هذا ما مكتوب شيء. لا حاطط سيف هون، سيف شغلة عاملة، ما حاطط شيء. بس عجبتني هالعصاية، شو مشتغل فيها، حاطط شي تحت جذوع الشجر، ما حاطط شي، ما مخبي شي تحت مني لهذا. بل انا ما رح اخربه، هلا ممكن هو يكون في شي تحت هالصندوق، تحت هالصندوق ممكن، الله اعلم، ممكن يكون في شيء، بس انا ما راح اخربه، راح اسيبه مثل ما هو. حتى هذه العده الشاكوش راح اسيبها مثل ما هي، هذه العده طبعا، هذه هذا الي، هذا الي، وهدول للزلمه، بس راح اسيب له اياهم مثل ما هن، ما راح اخذ شيء منه. ومع العلم هن هيك راح يخربوا، بس ما مستاهله. بس الكراسي حتى الرسور الالم ما عم يشتغل، عامل والله ما بعرف ليش حاسس قلبي فيه، يعني سمعنا الصوت، انا كل شوي بسمعه على فكره. سامعين؟ انا عم اعمل هيك وهن عم يرد علي. بسم الله، خلينا نمشي يا عمي، احسن ما يكون في شيء. كنا عم اخذ انا بشغله مزح، بعدين يركضوا لعندي شله، يعني هيك قبيله ذئاب.